بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي وأحبائي الكرام، في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن الفرق بين السيزوكي فان العادية والسيزوكي فان البلس، وهنوصف كل واحدة فيهم، وهنعرفكم إمكانيات كل عربية، وهنقول لكم على سعر كل واحدة فيهم، وهنطرح سؤال في نهاية الفيديو ياريت حضراتكم تجاوبون عليه، تردوا علينا في التعليقات أو تبعتونا ردكم على الواتس علشان نعرف ردود أفعالكم ونحاول نوصل لإجابة مقنعة. تعالوا الأول نبدأ بالسيزوكي فان العادية. العربية ما فيش فيها أي تجديد من سنة 2017، من ساعة ما عملوا شباك الجرار الخلفي، وده كان آخر تعديل في العربية. الموتور بتاعها 1000 سي سي 4 سلندر وخمس غيارات زائد غيار المرشدين، والصناعة بتاعتها ياباني والتقفيل بتاعها محلي، يعني بتتقفل هنا في مصر في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وبتنزل بطقم جنوط وكاوتش كينيز عامل زي بتاع الموتوسيكل، وده بيخلي العربية خفيفة على الطريق. بس احنا بقى حلينا المشكلة ديك وحطينا للعربية طقم جنطي وكاوتش عريض. العربية زي ما احنا شايفين كده قدام عينينا، في منها الوان متوفرة ابيض واحمر، ودي سيزوكي فان العادية اللي مفيش اي تعديل حصل عليها من سنة 2017، من ساعة اخر تعديل وهو شباك الجرار الخلفي، وكان فيه قبليه في سنة 2016 كانوا عدلوا عليها وخلوا فيها كرسي قلاب ووحدة سنتر تحكم بالريموت. مفيش اي تجديد في العربية، تجديد ملموس، حاجة فعلية بجوهر العربية، انما كل التجديد بيبقى في الكماليات في الحاجات الفرعية. دي السيزوكي فان العادية اللي موتورها 1000 سي سي 4 سلندر وفيها 5 غيارات زائد غيار المرشدين. زي ما احنا شايفين كده قدام عينينا. متوفر منها الوان ابيض واحمر. موديل 2022. كده احنا قلنا وصف وامكانيات العربية موديل 2022 العادية. نتكلم بقى عن السيزوكي فان البلس موديل 2022 اللي هي نازلة بالشكل الجديد بتاعها. العربية نازلة بالشكل الجديد بتاعها، نفس الكلام في الموتور بتاعها 1000 سي سي، مفيش اي تعديل في الموتور، نفس الغيارات 5 غيارات زائد غيار المرشدين، نفس الكاوتش اللي في السيزوكي فان العادية هو هو اللي موجود في السيزوكي فان البلس، نفس طقم الزنوط الكنز اللي موجود في السيزوكي فان العادية هو هو برضو اللي موجود في السيزوكي فان البلس. طب يمكن في تعديل في داخل العربية؟ ابدا مفيش اي تعديل في دواخل العربية. الدواسة اللي بتنزل في السيزوكي فان العادية هي هي فعلا الدواسة اللي بتنزل في السيزوكي فان البلس، والكراسي نفس الكراسي مفيش اي تعديل فيها. الفرش بتاع السقف والجناب نفس الفرش في السقف والجناب اللي موجود في العادية هو هو اللي موجود في البلس. وهنفتح ونبص برضو على الدواخل نتأكد. التعديل بقى في الزجاج الكهرباء اللي هو قدام حضراتكم دوت، ده اللي نازل جديد في البلس، زجاج كهرباء. وحدة رفع زجاج كهرباء في البابين اللي قدام الاماميين بس، انما الصالون هو هو بتاع العادية
هو اللي موجود في البلس، والدواسه اللي موجوده في العاديه هي الدواسه اللي موجوده في البلس. حتى كتيب الضمان اللي نازل في العربيه وشنطه العد اللي نازله فيها اللي موجوده في البلس هي برضو اللي موجوده في العاديه. يعني نفهم من كلامنا كده ان التجديد او الاختلاف والفرق في ثلاث حاجات بس: الشريط اللاصق اللي نازل في الجنب، والزجاج الكهرباء، والزجاج الفاميل. دول الثلاث حاجات اللي هم نازلين في العربية البلس، وفرق بينها وبين العربية الجديدة. طب سعر العربية الجديدة النهاردة العادية عاملة كام؟ عاملة 139,000 جنيه. طب البلس النهاردة عاملة كام؟ عاملة 146,000 جنيه. يعني في فرق 7,000 جنيه. السؤال هنا، هل 7,000 جنيه دول يساووا الشريط اللاصق والزجاج الكهرباء والزجاج الفامي؟ هو ده السؤال. هل فرق الكماليات ديك يساوي فرق 7,000 جنيه؟ ولا انهي الافضل ليك، انك تاخد عربية سوزوكي فان بلس ب146,000 جنيه فيها الشريط اللاصق والزجاج الكهرباء والزجاج الفامي، حاجات ممكن تتعمل ب1000 جنيه او ب1500 جنيه بكتير قوي، زجاج الكهرباء او الشريط اللاصق او تفيم العربية، ولا انك تجيب عربية سوزوكي فان عادية ويكون متركب لها طقم جنط وكاوتش عريض سعرها النهاردة 146,500 جنيه، طقم جنط وكاوتش عريض ب6,500 جنيه، وعربية سوزوكي فان عادية لونها احمر ب140,000، يبقى 146,500 جنيه. ولا تاخدها لون ابيض ب145,500 جنيه. ده السؤال اللي احنا بنطرحه على حضراتكم ومستنيين اجابة من حضراتكم عليه. انهي الافضل، اخدها بطقم جنط وكاوتش عادية، ولا اخدها بشريط لاصق وزجاج كهرباء وزجاج فاميه بنفس السعر؟ يا ريت حضراتكم تردوا علينا في التعليقات او تبعتوا لنا على الواتس علشان نعرف ردود افعالكم ايه، ونعرف انهي افضل، السوزوكي فان البلس ولا العاديه بطقم جنطي وكاوتش عريض. اخيرا بتمنى ان احنا نكون وصلنا معلومه مفيده لحضراتكم، وانكم تشاركونا الرأي وترسلونا وتبعتوا لنا اجاباتكم. كان معكم اخوكم نور الحق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والى اللقاء في حلقات قادمة ان شاء الله.